مخططة المملكة، إنجازات علمية وبحثية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، والتحق أكثر من 1000 طالب وطالبة بالجامعات العالمية المرموقة. معكم مرة ثانية في الرابطة، تكتشفون الفرص، تتواصلون، تتعرفون، تتبادلون خبرات. فهذا من أهم الأهداف، إنه نبقي التواصل بين أعضاء الرابطة متاح. اليوم راح نتكلم عن مؤتمر الـ MUN، برنامج ملهمون، نادي رابطة موهبة الجامعي، وبودكاست صوت الموهبة. موهبة مو مجرد فقط جوائز عالمية، هي تعلمنا أسلوب حياة لقدام. ممكن درسين تعلمتهم كان العمل تحت الضغط العالي وتنظيم الوقت. أكثر شيء استفدته من موهبة هي الدائرة اللي تعرفت عليها خلال موهبة.